السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، بسم الله ما شاء الله. يتراجع تقييم الفيسبوك اليوم إلى 3 نجمات بعد التقييم بنسبة كبيرة بنجمة واحدة. استمر يا شباب، ردا على عدم احترام حرية التعبير وحذف المنشورات المتعلقة بقضية القدس. بسم الله ما شاء الله، تكبير، الله أكبر الله أكبر يا شباب. بسم الله ما شاء الله، التقييم بتاعه يتراجع. استمروا يا شباب، استمروا. ده اليوم 18/5/2021، تراجع تقييم الفيسبوك. كله يدخل دلوقتي ويعلق يقيم بنجمة واحدة. بسم الله ما شاء الله.